السلام عليكم. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. المهم اكيد فلوق جديد كما كتشوفوا معايا، جيت مباشره للكوزينه، بديت كنوجد في الفطور. بالنسبه ليا هاد الشوفان فطور اللي هو متكامل، نقدر نفطر به ما ناكل حتى شي حاجه مازال، حيت صراحه كيشبع وديجا فيه المكسرات كما وريتكم. بالنسبه لهاد الشوفان ما غاديش تلقاوه هنايا، الناس زعما اللي ساكنين في المغرب، هذا خديته عند فاطمه اختي، كيجيبوا راجلها من اسبانيا. والا كنتو نتوما انتريسي باش زعما جربوه وذوقوه، حتى بالنسبه لوليداتكم راها كتبيعوا ولا كدير لي برودوي ديال اسبانيا، يعني كتبيع بزاف ديال الحوايج. دخلوا لاخر فيديو كما قلت لكم، حطيت لكم في القناه، دابا نخلي لكم صندوق الوصف باش تشوفوا شنو هما الحوايج اللي ولات كتبيع. كما قلت لكم بالنسبه لهذا الشوفان زوين بزاف، انا كنزيد عليه المكسرات، واخا هو كيكون ديجا فيه المكسرات كنزيد عليه المكسرات وقطعت مع البنان. المهم نتوما ديروا فيه اللي بغيتوا، وراه زوين حتى بالنسبه للدراري الصغار. جبتكم معايا لواحد لابوتيك اللي فريمون بغيتكم تعرفوا هاد لابوتيك فين جات، وبغيتكم تشوفوا شنو كاين عندها. فاش دخلت يا البنات يا البنات يا البنات، ما سمعتش باقي شي وحده فيكم تقول لي اكادير ما كاينش حوايج، حيت فريمون عندها دي زارتيكل ديال الحماق، شي حاجات ديال كي كنقولوا لا كلاس دو لا كلاس. بعدا نقول لكم بعدا فين بلاصه البوتيك بالضبط. والحاجه اللي زوينه عاوتاني انهم عندهم البلدي والرومي او ميم طون، يعني كيديروا الحوايج ديال تركيا وفي نفس الوقت كيديروا حتى البلدي، يعني كاين واحد لو شوا اللي هو كبير. المكازا تبارك الله كبيره، بالنسبه للمكازان فين جات كاينه في طلبه بزاف البنات اون فاس مع كافي لي زاركاد. نقول لكم شنو سميت الشاري، حيت هذا معايا كارت فيزيت، سميتو شاري بن عبد الله اللي في طلبرجد، شاري بن عبد الله اللي في طلبرجد. بالنسبه لابوتيك نيهان مود غندخلو نوريكم شنو كاين، اكيد غيعجبكم. سيرتو انا دايره دابا لي سولد، كتعرفو دابا مع راس العام كلشي تبارك الله داير لي سولد، وفغيمون عندها داكشي كيحمق كيحمق. كيما قلت لكم ما سمعتش باقي شي وحده تقول لي ما عندناش اكادير الحوايج، ما عندناش لي طاي، كاينين لي طاي كاينين الحوايج، خصكم غير تعرفو لي بون ادغيس والبريس فين تمشيو. المهم ندخلو مجموعين ونشوفو شنو كاين عندهم لداخل. انا ديجا المهم جبت دويره، شفت داكشي كيفاش داير، فغيمون كيما قلت لكم لي زارتيكل كيحمقوا. غنحاول نقربكم الصوره اكثر ونوريكم المهم باش تاخذوا فكره هكا على كلشي شنو كاين. نوريكم شويه من الحوايج ديال الرومي، ونوريكم حتى من البلدي اللي كاين عند السيده. فغيمون المات كدير لا كاليتي، فاش كنقول لا كاليتي راه شي حاجه اللي ما تلقايش في شي بلاصه واحده اخرى. غادي نوريكم دابا نهز لبسات هكا دي زارتيكل من كل حاجه وتشوفوا، وخلاص غادي نلبس حتى شي حوايجات انا باش تشوفوا الحاجه. راكم عارفين الحاجه ما كتبان حتى كتلبس، يعني فاش كتلبس الحاجه عاد كيبان له الشارم ديالها كيفاش داير. ما شاء الله انا فاش دخلت فريمون حمقني داكشي اللي كاين. وكاين كما قلت لكم واحد لو شوا اللي هو كبير، شوفوا ما شاء الله المكازا قد شنو هي، يعني راه عندكم فين تختاروا لي كولور كاملين لي طاي كاملين. سيرتو الناس اللي كيقلبوا على لي طاي كبار ما كيلقاوهمش، الا جيتو هنا اكيد غتلقاو داكشي اش كتقلبوا. بالنسبه للناس اللي غيكونوا مهتمين، هذه هي لا كارت فيزيت كما كتشوفوا، تقدروا تسكرينيوها، كاينه فيها نيميرو تليفون وكلشي. انا غنوريكم كما قلت لكم البنات شي حويجات باش تاخذوا فكره تشوفوا شنو كاين عندهم. غنحمقوني هاد اللبسات، كيجيو كلاس كلاس في اللبسه ديالهم، كيجيو 3 بياس هادو ياك، كتجي فيها 2 بياس دونك لا فيست و السريويل ديالو بحال هكا كلاس غزالين. كاين في لي كولور، كاين هاد اللوين، كاين هاد الكري حتى هو. شوفوا يا البنات الشكل ديالها شحال كيحمق شحال زوين، فريمون خلوني هادو بالعقل. غنوريكم شي مونطويات اكيد غادي يحمقوكم حتى نتوما. وشوفوا هادي حتى هي شحال كتجي غزاله، هادي هادي شويه كتجي قصيره، حتى هادي هادي كلاس في اللبسه ديالها. تبارك الله السلعه مختلفه كما قلت لكم، كاين ميم السكن حتى هما، كاين الحوايج، كاين عبايات، كاين جليلبات، كاين كلشي. غنوريكم حتى بالنسبه لي ساك، المهم كما قلت لكم هكا تاخذوا فكره وتعرفوا ديجا المحل شنو كاين فيه بالضبط. غنوريكم شي مونطويات، شوفوا هادي، شوفوا البنات هذا، هذا باش غيتلبس تشوفوا لو شارم ديالو كي غيجي، غيجي خطير خطير في اللبسه، سيرتو انه كيجي طويل غيجي كلاس. كاين بحال هكا في البيج وكاين في النوار كما كتشوفوا. واحد الموديل اخر عجبني قبيله، ها هي هو النوار ديالو البنات، شوف هذوك لي بايت اللي فيه هنايا عاطينو واحد لو شارم لي زوين. وكما قلت لكم لي طاي كاينين، الا كنتي كتقلبي على لي طاي كبار راهم موجودين. جبدي لي عفاك هذا كيجي سامبل بحال هكا، شوفوا هذا حتى هو هاتي الحاجه سامبل راه زعما كتبان. خلاص ملي غنلبسهم غتشوفهم كيفاش غادي يجيو. اسمحوا لي كما قلت لكم حاجه يعني حتى كتلبس
كما قلت لكم الحاجه حتى كتلبس عاد كتبان خلاص. حدد الديتاي اللي كاين هكا، اما هو كله كيجي سامبل في طرقات، يعني تقدري تلبسيه مسدود كما تقدري تلبسيه محلول. شفتوا؟ وخلاص كاينين هذوك الاخرين. جبتي لي هذوك كيجيو؟ لا اه جبتي لي هذاك، تاهو هذاك الخضر. شوفوا المات هذا الخضر تاهو كيحمق كيحمق. واخا كما قلت لكم انا الكاميرا ما مطلعاش ليا اللوانات كما هما، ولا عجبني انهم بطنين سخانين يعني ديال هذو وقت البرد نيت. شفتوهم فريمون فنين. وخلاص كاين هذا الموديل الاخر حتى هما، هادو كما قلت لكم لي زارتيكل بدا كلهم راهم ديال تركيا، ولا كاليتي ديال الثوب شي حاجه اللي زوينه بزاف. هاد الواقع فيهم لي كولور ديالهم ياك، فيهم هذا لو روج و البلو. شوفوا النت اللون كيحمق. وخلاص كاينين هادو اللي كيجيو على شكل كاب، هما تشوفوهم حتى هما هادو تما فيهم اللوانات ديالهم، كاين البيج كاين الزرق كاين الغوز داك الغوز بيبي نيود، تما غزالين سخيخين ديال هاد الوقيته هادي. خلاص كما قلت لكم انا وريتكم غير شويه ملي كاين من الماكازان راه تبارك الله. وبالنسبه للسريولات شوفوا هذا الموديل تاهو غزال في القريب بحال هكا، والتوب ديالو رطيب. بالنسبه للسراول بزاف كتسولوني فين نقدروا نلقاو سريولات هكا اللي كيكونوا كلاس اللي يجيونا مع كلشي، راه كاينين كاع لي كولور، كاينين ميم سراول سخان ديال هاد وقت البرد. عاوتاني انا نوريكم شي موديلات باش تاخذوا فكره وتشوفوا شنو كاين. كاينين البنات الشيلان حتى هما، هادشي باش عجبني المحل زعما فيه كلشي شويه شويه من كلشي. كاينين السيكان شوفوا هادو ديال الفاندي شحال غزالين بحال هكا. كاينين سنيدرات. وبالنسبه للسراول حتى هما كاينين، ميم الناس اللي كيديروا الفولار يعني كيقلبوا على الحوايج اللي كيكونوا طوال او الحوايج بالصايات هكا بلي جوب حتى هما راه كاينين ديسپونيبل. غنوريكم بالنسبه للسراول اللي قلت لكم شفت قبيله باش تشوفوا. شوفوا هادو ديال هادو قيت البرد، راه التوب ديالهم البنات سخيخين هادو. شفتوهم هادو خلاص كيجيو كلاس في اللبسه ديالهم كيجيو كيحمقوا. كاين هاد البوردو. المهم انا راه اكيد ما غنقدرش نوريكم كلشي في لا فيديو، فاش غادي تجي غادي تشوفي انتيا زعما براسك، ولكن حاولت نوريكم شويه شويه من اللي كاين باش تاخذوا فكره وتشوفوا. وخلاص السريولات حتى هما كاينين، كاينين ديال الجين بحال هكا في لي كولور، كاين سميتو باش عجبوني البنات الجين ديالهم رطيب. هادو اليستيك كي زعما كيتيروا بحال هكا، وفي نفس الوقت فيهم لي طاي، كاين لي طاي كبار وفيهم حتى لي طاي صغار. اه كاين فيهم الالوان، فيهم بحال هكا الديتاي من هنا. شتو في البيض فيه بحال هكا الديتاي من التحت، ما شاء الله داكشي كيحمق. كاين هاد الشكل الاخر حتى هو، كاين هذا في النوار. وخلاص بالنسبه للبنات اللي كيديروا فولار كيبغيو هكا لي جوب يلبسوهم مع هكا مع الفولار. شوفوا هذا الموديل شحال زويون، اون كوير هكا من الجنب، فيه الكوير من الجنب بالسميطه ديالو. هذا راه فيه اللوان ياك قلت لي، هذه فيها اللوانات ديالها، كاينه في الكحل وكاينه في اللوانات ديالها. كاين هذا الموديل الاخر شوفوا هذه حتى هي غزالين. هادو هادو خلاص راه طوندوس، هادو هادو ملبوسين بزاف، اللوانات ديالهم غزالين. كما قلت لكم البنات حتى بالنسبه للبلدي كاين، كاينين جليلبات شي حاجه اللي الحماق شي حاجه واعره بزاف. المهم هانتوما كما كتشوفوا كاين واحد الشوال اللي هو كبير، انا غادي نعطي كاين معايا بعدا كنزه كنزه ما حضراش غادي نعطيها تلبس باش تشوفوا. شوفوا بالنسبه للجليلبات كيفاش كيجيو في اللبسه. كما قلت لكم البنات كاينين جليلبات شي حاجه اللي كتحمق، هانتوما كنزه غتلبس بعض الموديلات باش تشوفوهم. شوفوا هذا الموديل كتجي شويه الكتيفات طايحين وكتجي هكا بجويب، ولكن شي حاجه اللي فن 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 كتحمق. انا نقرب لكم باش تشوفوا الديتاي مزيان ديال الجلابه كيفاش داير. ما عرفتش هادي واش شنو سميت الخياطه الرنده ولا ما نعرف المهم الموديل ديالها كيحمق زويون، سيغتو لا كولور لا كاليتي ديال الثوب، وجاتك غزاله يا كنزه
زوينة تبارك الله. دوري شوف الناس كي كتجي فنة ما شاء الله. كاين واحد الشوا اللي هو كبير، انا غنوريكم غير شويه شويه من اللي كاين باش تاخذوا فكره وتشوفوا. كاين حتى تكشطات، واو شي تكشطي البنات كيحمقوا. شوفوا لي البنات هذا الموديل الاخر شحال كيحمق، غنقرب لكم باش تشوفوا الديتاي. بالنسبه لهذا راه الرسم بلا بانتور كما كتشوفوا، شوفوا فن 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 هادي، وفيها هاد ما شنو سميتهم تزرزيت واقيلا غزال هادي حتى هي كتحمق، يعني كتكوني لابسه جلابه لابساها بوحدك فهمتوا، يعني ما كتلقايش بزاف ديال الاشكال منها، ولكن شي حاجه اللي واو. ولا كولور فنه شتو كتجي هكا حتى هي بالكتيفه الطايحين مخزانيه، وفيها المهم كنحاول كيما قلت لكم نقرب لكم باش تاخذوا فكره على الجلي الباس كي دايرين. غزاله شوفوا الناس هذا الموديل عاود كي داير، حتى هو كيحمق في هذا الزرق، انا اعشق الزرق الزرق والموف كيعجبوني بزاف. شوفوا غزال غزال غزال، عرفتي راه كتحسب راسك لابسه كما قلت لكم شي حاجه ديال الهمه والشان، شي حاجه اللي زوينه بزاف. انا حمقوني الموديلات عندهم كلبش عليكم، عجبوني بزاف بزاف. دوري كنزه كيحمقوا. الناس اللي كيحمقهم الكحل وكيعجبهم الكحل اكيد راه عجبكم هذه. هذه ديال راندا ياك، شوفوا البنات راندا مخدومه بسبعه د الالوان، حيت اصلا النور راكم عارفين اي لون دخلتوا عليه كيجي ما كيحمق، وفريمون شي حاجه اللي زوينه بزاف. وشوفوا لي الخدمه كي متقونه، كاين الخدمه ديال اليد، راندا كتخدم باليد كتحمق حتى هي زوين الموديل ديالها. وكما قلت لكم انا ما نقدرش نصور لكم الموديلات كاملين، ولكن صورت لكم غير تقريبا شويه من بزاف شويه من بزاف، حيت فريمون عندها واحد الشوا اللي هو كبير. وبالنسبه للتكاشطات اللي قلت لكم البنات، ها نتوما شوفوا لي هاد الحمره شحال كتحمق وشحال زوينه. وغير باش تعرفوا خياط اليد وشي حاجه اللي متقونه رحقه وطريقها. وبالنسبه للطرز، الطرز هذا الهندي شوفوا كيفاش منبت. المهم كما قلت لكم فاش كتلبسي لا بيس كتعرفي راسك بلي لابسه شي حاجه اللي كلاس وشي حاجه اللي زوينه بزاف، ما غاديش تلقيها في اي بلاصه. وانا تنحاول نقرب لكم باش تشوفوا الديتاي ديال لا بيس كيفاش داير. شوفوا تنبات كي داير العقيق باش منبته كي داير، شي حاجه اللي كتحمق زوينه بزاف. شفتوها اش كديرها من التحت غزاله، هذه غزاله. بالنسبه للتكشط البنات راه ديال البيع، بالنسبه للناس اللي غيبغيو يستبولوا فنه ما شاء الله. شوفوا يا البنات هذا الموديل حتى هو شحال كيحمق، شحال غزاله في هذا الخضيدر. شوفوا كي دايره جات معاكي كنيزه غزاله غزاله جات زوينه وبحال هكا فيها الطرز والتنبات كما قلت لكم البنات، غير باش تعرفوا راه لي بيس كاملين شي حاجه ديال اليد، خدمه ديال اليد، وكما قلت لكم شي حاجه ديال الهمه والشان، الا لبستيها كتباني متميزه. فريمون عجبوني هذه كولور باش مخدومه وكتجي بحال هكا تبارك الله عامره بالطرز كتحمق حتى هي. شوفوا البنات هذا النوار اللي غنوريكم دابا شي حاجه اللي خطيره خطيره خطيره. ورينا اختي ورينا الديتاي التكشيطه واو واو واو، هذه بعدا انا خلاتني بلا عقل فريمون، شي حاجه فنه فنه فنه. وشوفوا لي كي دايره من الظهر، شوفوا شحال غزاله، شوفوا الطرز كي داير، شوفوا التنبات كي داير. كنقرب لكم اكسبري لا بيس باش زعما باش تعرفوني علاش كنهضر، باش ما تقولوش هذه كتهضر غير هكاك. غزاله غزاله كتحمق، هذه الكحله كتحمق جاتك زوينه ما شاء الله. هذه حتى هي بغيت نوريكم البنات هذا الموديل، شوفوا كيفاش داير. هذا خلاص هكا الا كنتي خارجه شي خريجه بالليل وكان البرد بغيتي ترمي عليك شي حاجه من الفوق، الشكل ديالو كيحمق انيق في البوردو.
شو المهم انا لبسو غير على الديكسي ولكن تقدري تلبسيه معايا شما تكوني لابسه غير شي سراويل شي شوميز هكا سامبل من التحت وترمي عليك من الفوق سيرتو انا دابا كتعرفو وقيت البرد دابا كيبرد الحال فريمون كيحمق الشكل ديالو شتو غزال واللي بغا لا كلاس دو لا كلاس فليمونتو شوفوا شوفوا هذا الموديل كي داير هذا واخا واحد كان مطوي كما كيبان لكم خصو غير يتصلح ها نتوما شوفوا هاد لي بايت بحال هكا اللي مرشوشين فيه يعني تقدري تلبسيه بالنهار كما تقدري تلبسيه بالليل جاو هكذا خفاف ونفس الديتاي كاين هنايا في الكميمات كيحمق يا البنات كلاس 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 غزال عجبني وفيه بحال هكا هنايا في العنق وفيها الطراقات يعني يا اما يا اما تلبسيه مسدود يا اما تلبسيه محلول واخا انا لا بليبار ديال المونتو تما كيعجبني نلبسهم بحال هكا محلولين شوفوا البنات شحال غزال غزال كيحمق غنوريكم موديلات وحدين اخرين حتى هما باش تشوفوهم شفتو المهم انا اليوم حرت في الاختيار ملي دخلت شي بلاصه وحرت لقيت لو شو بحال هكا كبير فريمون يا البنات مونطو كينسيك في مونطو البسه كتنسيك في الاخرى داكشي كيحمق شوفوا عاوتاني هذا شحال كيجي كلاس 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 كتقدري حتى وتسديه فيه شويه د الفوغور بحال هكذا من الفوق من هنايا شفتوه كتقدري تسديه بهادو يعني بحال هكا تسديه كامل كيما تقدري تخليه حتى هو مفتوح ولكن غزال وبالكميمات بحال هكا بكثرة ما هو سامبل بكثرة ما هو زوين بزاف واخا اللون ديالو راه ما واضحش كيبان لكم كري في الكاميرا كما كيبان لي انا ولكن هو اللون الاصلي ديالو واحد الماغون اللي هو فرونسي شوفوا يا البنات واو انا حمقني البنات ننصحكم 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 الا بغيتو مونطويات زعما شي حاجه اللي كي كنقولوا ديال الهمه وشي حاجه الا لبستيها كتبان غير بوحدك وكاين عاود هذا المونطو حتى هو في البيج بحال هكا كيجي طويل هذا كيجي انا راه طويله وجاني فايت الركبه شويه شفتوا كيجي فيه بحال هكا كنقرب لكم كما قلت لكم البنات باش تشوفوا الديتاي ديال لابياس مزيان كي داير شوفوا كي داير فيه نفس هاد الرشيمه هادي هنايا في الكميمات فريمون لي مونطو كلاس فاش كنقول ما كنهضرش معاك ما كنهضرش غير هكاك فاش كنقول لكم شي حاجه واعره شي حاجه واعره لا لا كاليتي لا ديزاين ديال لي مونطو هنايا كيحمقوا صراحه انا عجبوني خلوني بالعقل شوفوا كي داير بحال هكا من هنايا يعني فاش كتلبسيهم كتبان شي حاجه باللي كي كنقولوا على حقه وطريقه نتمنى يكون واضح لكم مزيان وتو هما البنات كلهم سخون غير باش تعرفوا يعني كتعرفوا حنا داخلين دابا على وقت البرد كاع التوابه ديال هاد لي مونطو اللي ولدكم كلهم سخيخنين خلاص البنات كاين هاد الموديل هذا اللي كيجي على شكل كاب بحال هكا مفتوح من الجناب فيه الجويبات هنا حيت هاد الزيديه ما غاديش يبان لكم مزيان فهاد اللوين بحال هكا هو كيجي سخيخن بحال هكا كيجي فن في اللبسه ديالو شفتو وخلاص بالجويبات كيكم البنات راني حرت في الاختيار والله العظيم شوفوا هاد المونطو الاخر اللي في الخضر واحد الخضر ملكي كنتمنى يكون واضح لكم اللون مزيان شوفوا يا البنات شحال كيحمق شوفوا لي الديتاي ديال هاد الصديفات اللي فيه هنا كي دايرين بحال هكا نفس الديتاي في الكميمات الكميمات كيجيو حتى لتحت كيعرادو كيحمق هذا حتى هو في اللبسه ديالو صراحه عجبوني كاملين وكاين عاود هاد المونطو بحال هكا هذا زعما تقدر تلبسيه سواري هكذا بالليل حيت فيه بحال هكا هاد لي بايات بحال هكا هاد العقيق ولكن تابعو البنات كيحمق اللون ديالو ماغون فونسي كما قلت لكم الكاميرا ما كطلعش ليا كاميرا التليفون ما كطلعش ليا اللونات كما هما وخلاص فيه الجويبات من هنايا هذا حتى هو كيحمق 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 كما قلت لكم الا جيتو والله حتى غتحتاروا في الاختيار حيت فريمون عندها دي زارتيكل اللي زوينين بزاف 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 المهم دابا بقيت ولي جيت عند خالد خالد مرحبا اشاك معكم شنو كاين في الجديد بعدا البنات راه شوفوا بعدا المونطو خديتو من لابوتيك لبستو سير بلاص حيت كاين اصلا البرد
ولكن غزال كيحمق في اللبسه ديالو. شوف كي داير زوينه، داير البنات مونطويات كيحمقوا كما شفتوا معايا كما صورت لكم قبيله. كما قلت لكم جيت عند خالد، اللي بغيت نقول لكم هو انه دخل اسانس واخيرا واخيرا. ديما كنشكر لكم لي برودوي ديال اسانس فريمون زوينين، لي لي بريزونابل في نفس الوقت، لا كاليتي ديالهم زوينه. غنوريكم ديجا لقيتهم مازال زرات كيقادوا في السلعه وداك الشيء، وغنصور لكم حتى بالنسبه للجديد اللي كاين. ها هي الناس كما كتشوفوا مازالين عاد كيقادوا في السلعه. بعدا اي وحده فيكم خاصها شحال ديال اسانس جيو عند خالد، فريمون كما قلت لكم راه الاثمنه جد 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 مناسبه، وكيكونوا لي برودوي ديالهم زوينين. بدا سورتو داك الايلاينر ديما كتسولوني عليه، دابا راه غتلقاوه دائما ديسپونبل عند خالد. بدا شكرا حجتي لينا لا غام ديال اسانس. بارك الله فيك. او ريفولوسيون هي راه جايه كما قال لكم. ايوا قلنا شنو كاين في جديد خالد. بغيت نبارطاجي معكم حتى بالنسبه لهاد لي شامبوان، كنت بارطاجيتهم داك النهار في انستغرام، شفت بزاف ديال البنات اللي شكروهم. انا ما مجربوهمش، ولكن كما قلت لكم كاينين بزاف ديال البنات اللي جربوا هاد لا مارك هادي وقالوا لي راه زوينه. هي نيت اللي فيها هذا البروتين، ياك فيها البروتين، وكاين شامبوان كاين ديميلور كاين الماسك كاين كلشي. كما قلت لكم شفت بزاف ديال البنات اللي قالوا لي راه زوينه، وحتى هي الثمن ديالها مناسب. وسيرتو الا كنتي ديجا دايره بروتين وبغيتي شي شامبوان اللي كيكون اقتصادي وفي نفس الوقت كيحافظ لك على السوان ديالك، خذوا هذا البنات. خلاص لي بارفان حتى هما راهم ديسپونبل، لي بارفان البنات اوريجينو. قلت لكم شحال من مره ما شاء الله ديما كيجيب الجديد، دائما كيجيب السلعه الجديده. يعني اي واحد فيكم خاصه شي حاجه من صحاب خالد حيت فريمون التعامل ديالو زوين، قلتها لكم شحال مره. وداك النهار خديت هذا الشامبوان راني جربته، الحمد لله كيعدق في المواقف الصعبه. لقيت فاش تكوني باغا تخرجي وما عندك الوقت باش تدوشي وكنشارك مزيت اولا، هاد الشامبوان سيك والله الا كيقضي غرض كديريه. المهم بما كانت عندك الوقيته باش تدوشي، هذا حتى هو صدق زوين. هو هذا ياك، هذا هو البروتين. شفتوا هاد البنات كتاخدي فيه شحال ما بغيتي، ماشي ضروري تاخدي هاد القرعه كامله، كيبيع بالعبار يعني خدي شحال ما بغيتي وتقدري تابليكي غير بوحدك وتسميتو، ولا تديه للصالون ياك خالي تقدروا ديه ويخ. تديه تقدري تاخدي البرودوي وتديه لشي صالون المهم فين كتقدي فيه البروتين وهذا، وكتقام عليك القضيه مزيانه. نوريكم البنات بالنسبه لشنو كاين عاوتاني في الجديد. ها نتوما كاينين بالنسبه لي فوندوتان ديال جولدن روز، غير باش تعرفوا واحد القضيه اللي غناكد لكم عليها نقولها ونعاودها، ان لي برودوي كاملين هادو اللي كتشوفوا هنايا راهم اوريجينال. وفاش غايقول لكم السيد راه الحاجه اوريجينال خديها بعينك مغمضين. انا بعدا هادي نبصم لكم عليها بالعشرة، وحيت عارفه بلي انسان معقول وبلي ما كيضحك على حتى شي واحد، وبلي فاش كيقول لك حاجه اوريجينال خديها بعينك مغمضين. سولي على اللي بغيت تسولي، نتحدى اي وحده فيكم تاخذ شي حاجه وما تلقاهاش ماشي هي هذيك. حيت انا ما نصحتكمش البنات بخالد حتى عرفتو، يعني عرفتو مزيان، عرفتو التعامل ديالو مزيان، عرفتو بلي انسان اللي هو معقول ديال بصح. كما كتشوفوا كاين حتى بالنسبه لي بودغ ديال ريمال هادي كانت عندي، وخطيره خطيره خطيره هاد لابودغ حتى هي كنت كنستعملها شحال هادي. دابا انا بالنسبه لي كاينه ريمال كاينه برجوا وكاينه الاخرى ما عرفتش سميتها، ولكن هادو اللي مناسبين في الثمن. ريمال وبرجوا هي هما اللي زوينين ومناسبين في الاسمنه ديالهم. خلاص بالنسبه لاغام ديال جولدن روز راه مدخلها كامله، لي فراج ولي فوندوتان لي كريون هادو واعر هادو ما يمكنش تجربيهم تقولي ما زوينينش. كاين بالنسبه لي كريون ديال الفم، وكاين حتى بالنسبه لي جلوس حتى هما تبارك الله راه عنده السلعه اللي مختلفه. لي باليت خلاص لي باليت ما شاء الله جايب فيهم واحد الكونتيتي اللي هي كثيره، وهادو راه الاثمنه ديالهم مناسبه وفيهم دوك لي كولور ديال كل نهار، يعني باش كتحفري هذا العين ديالك. واحد البرونزر ديال سيفورا كنت خديته عنده حتى هو خطير جدا. المهم الناس اللي باقيين كيسولوني على البارفوم غير فين البلاصه، سوق الحريه البنات، سوق الحريه راه كاين في ان زكان، كتدخلي مع الباب ب10 الدوره الاولى على يدك اليمين، غتبان لك اصلا لافيش كبيره ديال المحل خالد مرحبا. فريمون انسان اللي هو ثقه، انسان اللي فاش غتوصي عليه شي حاجه غيجيبها لك، انسان اللي هو معقول، الاثمنه ديالو جدا 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 مناسبه، بالشهاده ديال الناس كاملين، التعامل ديالو زوين بالشهاده ديال الناس كاملين. عمرني عقلت على شي وحده ريكلامات وقالت لي لا ولا هادي ولا بالعكس. يعني اي وحده جات عنده كتخرج وهي فرحانه من هنايا، وهاد الناس كيدير لا ليفغيزون
الا كنتو انتريسي زعما كنتو شي مدينه اخرى وبغيت بانت لكم شي حاجه وبان لكم الثمن مناسب وفينا كيكونوا اثمنه مناسبه راه يقدر يصيفط لك حتى البلاصه فين كاينه. ودائما كيدير لكم البنات لي جيفواي اللي هما زوينين وان شاء الله جايه واحد المسابقه اللي اكيد غتعجبكم بزاف بزاف حيت مسابقه اللي شنقول لكم شي حاجه اللي بقيمتها ديال بصح ان شاء الله ما نقولهاش لكم دابا ولكن من بعد تجي وقتها. وهانتوما بالي مدخل حتى بالنسبه للانتي سيرم ديال هدى بيوتي لوريجينال ها هو نفتحو باش تشوفوه كي داير. صراحه انا ما مجرباش ولكن كيقولوا بلي لي برودوي هدى زوينين غادي ناخذ شي واحد باش نجربو ان شاء الله. لي باليت ديال هدى بيوتي شوفوا البنات هاد لي باليت شحال غزالين. هادي زوينه بالنسبه للصاك ديال لي هايلايت كما كتشوف فيها لي كولور كاملين وليكم بيغمون كيفاش كيدايره بيغمونطاسيون ديال لي كولور فنه. هانتوما غير كنحط يديا كنقيس شوفوا نتمنى يكون واضح لكم مزيان الاضاءه ديالها كي دايره. وكما قلت لكم راه كيعجبوني بحال هاد لي باليت كيكونوا براتيك. هادي ديال لوريال كيكونوا براتيك بالنسبه للصاك بحال دابا هادي كما قلت لكم فيها لي كولور ديال كل نهار هذاك البيج والمارون وتا هي زوينه تلوحيها في الصاك ديالك ما كتشدش لك البلاصه وما كتثقلش عليك ما حتى شي حاجه. كاينين هادو ديال الفم فيهم تقريبا لي كولور كاملين وخلاص. كاينين هادو تا هما كيجيو صغار. كاين هادي ديال لي بلوش ديال لوريال حتى هي باش زوينه فيها لي كولور كاملين الغوز اورانج يعني كل مره وشنو كتبغي ديري بدل ما تبقاي تشري بقوه لي باليت كتاخدي غير وحده مجموع فيها كلشي. المهم دابا جيت للكوزينه انا وكنزه بنت خالتي ما بانش لهم ديك بويبوي ديالك طلعتي يدك الفوق غنشارك معكم البنات شنو غادي نديرو بالنسبه للعشاء. كما كتشوفو كنزه كتقاد في لي بروشيت تما لدان مشرمل خليتو حتى شد الشرموله مزيان غادي ديروه في لي بروشيت باش نديرو هيد شوا. وانا غنشارك معكم واحد الكغاتان ماشي كغاتان هو بيتزا ولكن لاباز ديالها ما كتكونش بات كتكون بطاطا. ما بغا نوريها لكم دابا شنو غندير فيها. خديت البطاطا ديجا سلقتها ها هي عندي هنا غادي نصفيها من الماء وغادي نمعسها. ندير واحد شويه ديال الملحه ملح القادات وندير شويه ديال الزيت بلديه اصلا الزيت بلديه كتواتى مع البطاطا. ندير واحد شويه ديال البزار صافي البنات غنخليها جانبا. دابا غادي ندوز باش نشحر هاد الكفته. هادي كما كتشوفوا عندي الكفته ديروا الكفته ديال العدان كما ديروا الكفته ديال اللحم ديروا اللي بغيتوا. غنشحرها وغادي نصايب لاصوص طوماط غادي نوريكم زعما شنو غادي ندير بالضبط بالنسبه لهاد البيتزا. المهم دابا غادي نبدا نشعل الوطا مدارا ديجا بالنسبه للبيصاره وجدتها كلكم كتعرفوا تصايبوا البيصاره ولاش كيقولها اش كيقولها البيصاره اش كيقولها البيصر انتما الشماليين وقال البيصر ياك كتبوا لي شنو كتقولوا واش البيصاره ولا البيصر حيت نقولوا البيصاره الصراحه. دابا غادي ندير واحد شويه ديال الزيت ندير شويه ديال الزيت رومي وشويه ديال الزبديه شنو سميت البصله كنزه كانت قالت لي جدة شي مره شي منطقه ما عرفتش شنو سميتها تيقول لها طرخشه يلا ما كيديرها اه طرخشه. وكتبوا لنا البنات في لي كومونتير شنو هي الطرخشه واش زعما ديت كاين شي وحده فيكم كتقول البصله طرخشه. عمرني سمعت طرخشه راه كتقول لي جدة عمرني سمعت البيصار كنسمعها كيقولوها الشماليين البصاره خلاص راه هي كلشي كيقولها ولكن هاد الطرخشة ماشي بالشيحة لا معرفتش معرفتش بالضبط باش كنت ما قالت ليش دار كانت تقول لها منطقة معرفتش شنو هي. المهم أنا بالنسبة للكفتة كاين عندي الكفتة ديال لدن
نتوما ديروا حتى ديال اللحم الا كانت عندكم، كل واحد يدير اللي بغى. ندير واحد شويه ديال البزار باش نسكنها، وندير مليحه صافي. من بعد ما طابت هذه الكفته كما كتشوفوا بحال هكا، غادي نحطها هنايا، ناخذ نقطه اخرى باش نطيب فيها هاد لاصوص طوماط. هادي ندير فيها شويه ديال الزيت، ها تقريبا درت هنا جوج مطيشات. المهم نتوما على حسب، الا كنتو غديروا واحد لا كونتيتي ديال كثيره ديروا اكثر. غادي ندير عشان شويه ديال البزار، غادي ندير شويه ديال التحميره، وغادي ندير مليحه. دابا غنوريكم شنو غادي ندير بعد ما وجدت المقادير كاملين وطيبت كلشي. خديت مقله البنات ودهنتها بالزبده، ديروا الزبده ولا الزيت المهم اللي كاين عندكم وصافي. وغادي نبدا ندير الطبقه الاولى. الطبقه الاولى هي ديال البطاطا، هي اللي غادي ندير الاولى كما تشوفوا معايا. دابا غادي نحاول ندير واحد الطبقه اللي غتكون متساويه. بعد ما درت واحد الطبقه اللي هي متساويه بحال هكا كتجي هي، المهم هي لا باز بحال نقولوا لا بات ديال هاد البيتزا. هادي كما قلت لكم حاولوا انكم ديروها متساويه. غادي ناخذ لاصوص طوماط، المهم نفس الطريقه ونفس المراحل اللي كنديروا بهم البيتزا. غادي ناخذ لاصوص طوماط وغادي نحاول نوزعها في طبقه ثانيه. دابا غادي ندير الكفتة حتى هي من الفوق، ونهز غير بيديا واخر طبقة هي الفرماج احمر محكوك، حتى هو غادي نديرو بحال هكا من الفوق. صافي من بعد ما غادي نوزع هاد الفرماج غادي نديرها فوق من البوطة، وغادي نغطي ليها من الفوق باش هكا يذوب ليا هاد الفرماج، هكا زعما يذوب ليا الفرماج من الفوق. صراحه كتجي لذيذه في المذاق، كتجي زوينه وشي حاجه اللي زعما اللي مختلفه ما كنشوفوهاش ديما، ولكن غير البيتزا العاديه هادي شي حاجه كتجي مختلفه. دابا غنديرها كما قلت لكم على البوطه حتى يذوب هاد الفرماج من الفوق، نوريكم الشكل النهائي ديالها. ها هي كما قلت لكم، ها نتوما داك الفرماج بدا كيذوب من الفوق، ضروري غطيو بشي حاجه من الفوق باش هكا كيذوب صافي. ومن بعد كطفيو عليها حيت اصلا راه كلشي طايب كما شفتوا معايا. صراحه البنات كتجي بنينه، غير جربوها ونحاول نقطع لكم شي طريف باش تشوفوا. ها نتوما البنات كما كتشوفوا كي كتجي، تقدري تاكليها بالخبز ولا تاكلي غير هكا بالمعلقه، كتجي صراحه غزاله كما قلت لكم. المهم حنا غادي نحطو دابا عشانا القصيبات، ها هما كما قلت لكم صافي راه عشانا وجد، ها هما دوك القصبان بقى لي دابا غير نحط. وغادي نحطو البصاره حتى هي، اصلا دابا وقت البرد ما كاين غير البصاره صراحه. المهم حنا غادي نتعشاو ونتلاقى بكم من بعد.
انا رجعت لكم بعد ما تعشينا، بغيت نشارك معكم بالنسبه للحوايج اللي خديت من عند خالد فاش كنت عندو قبيله. ولكن قبل البنات بغيت نبارطاجي معكم بالنسبه لهاد السويك هذا اللي خديت من لابوتيك ديال نيهان مود. راكم شفتو معايا بالنسبه للحوايج اللي كاينين عندها. الصراحه 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 ما نكذبش عليكم، عندها داكشي كيحمق. راكم شفتو معايا، حاولت انني نوريكم، حاولت انني نوريكم شويه شويه من اللي كاين، ولكن راه ما شاء الله عليها، عندها لو شو اللي هو كبير وداكشي زوين بزاف. انا هاد السي كان عجبوني فيهم لي كولور، ما كاينش غير هاد اللون اللي خديت انا، هذا خديته باش نبقى لبسو مع داك المونطو نيت اللي خديت عندها. راكم شفتو البنات المونطو، وريتو لكم قبيله فاش كنت لابساه. بالنسبه لهاد السويك لا كاليتي ديالو خطيره جدا جدا، غنحل لكم باش تشوفوه من الداخل كي داير وتشوفوا لا فينيسيون الخدمه ديالو كيفاش متقون. تنحيد هادي، هانتوما شوفوا، شوف الصك ديال من الداخل، في جويب هنا اللي تقدر تحط فيه التليفون ديالك اولا بحال هكا. ونفس الشيء عاوتاني كاينه هاد الجهه الاخرى كما قلت لكم، ونفس الشيء بالنسبه للجهه الاخرى. هانتوما غزال 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 غزال، كيحمق كي بحال هكا. كما قلت لكم راه فيه لي كولور، ما كاينش غير هاد اللون هذا. هاد اللون عاشكا كيفاش دايره، بين ماغون بين غري، المهم انا عجبني، وكتجي السميطه ديالو هكا طويله عجبني. وبالنسبه للحويجات اللي خديت من عند خالد هما هادو، غادي نشاركهم معكم دابا. اول حاجه البنات مشيت خديت عنده هاد جيل نيتويون ديال نيوكس، هذا ديال الوجه، ديجا كنت شاركت معكم الاول اللي كنت خديت، وكمل ليا وليت خديت واحد اخر، هذا زوين كنحس به كينقي البشره ديالي من الاعماق، وكبير في واحد لا كونتيتي ليا كبيره، راه ما تغسلي به كيبقى شاد معك مده ليا طويله. المهم هذا كما قلت لكم، خديت هاد دو برودوي هادو اللي انا صراحه ما عمرني ما جربتهم، يعني ما نقدر نقول لكم راه خايبين لا زوينين. حديشت البنات كيشكروهم كيقولوا بلي راه زوينين، واحد فيه اونتي سيرن اللي كيدار على حساب لي سيرن، وواحد فيه بحال الماسك، يعني كديري كتخليه كينشوف وكتحيدي. المهم هادو فاش نجربهم نقول لكم كيفاش جاوني. خديت هذاك الهايلايت اللي قلت لكم عجبني وبخاتيك، تقدري تلوحيه غير في الصاك ديالك بحال هكا، وفيه بزاف ديال لي هايلايت، فيه ربعه. هذا ديال لوريال. خديت البنات ماسكارا، كتعرفوا احسن ماسكارا كنستعمل ديما كنصحكم بها، هذه ديال مايبلين، كتجي باك بحال هكا فيها الماسكارا والقلم ديال العينين، واخا انا غالبا زعما كنستعمل الاقلام حدي كنستعمل غير الماسكارا. خديت قطن اللي مهم حتى هو ضروري. خديت هاد لابودغ ديال ريمال، هادي البنات زوينه كنت كنستعملها شحال هادي، من لقيتها عند خالي اليوم خديتها، كانتكم هادي وديال بورجوا واعرين، ما كيعطيوش داك لافي ديال المكياج مغبر، لا يعني كيفيكسيو ليك الفون دو تون، وفي نفس الوقت كيعطي واحد لوتان اللي هو زوين بزاف. وخديت هاد لاباليت اللي صغيوره كيبحال هكا، هادي كتدفع بالنسبه ل يعني كنتي مسافره ما بغيتش هزي معاك الثقل، بغيتي تلوحيها غير في الصاك ديالك. وفي هذوك اللوينات اللي كنستعملو كل نهار، يعني كما قلت لكم البيج والمارون زوين عجبتني بخاتيك. خديت هاد الباليت الاخرى اللي فيها لي بلوش ديال لوريال، باش عجبتني جامعه بزاف ديال اللوانات ديال لي بلوش في باليت وحده. شو كاين هاد البيش، كاين هاد الغوز، غوز فرونسي، المهم هادي زوينه عجبتني حتى هي. خديت لونتي سيرن ديال هدى بيوتي، هادي البنات راه لونتي سيرن زعما لوريجينال، هذا تنجربو ان شاء الله ونقول لكم. جربته قبيله غير على يديا، بان ليا كيكوفغي ديال بصح، بان ليا زعما ثقيل، غير كنتمنى ما يكونش كينشف ديك المنطقه ديال العين. المهم انا كما قلت لكم تنجربو ان شاء الله ونرد عليكم الاخبار. وخلاص خديت عاوتاني هاد ثلاثه ديال لي غلوف ديال جولدن روز، قلت لكم بلي هادو ديال جولدن روز صدقوا وخطيرين خطيرين خطيرين واعرين، خصوصا ان ما كنحملش ندير شي غلوس لي يكون مات وينشف ليا فمي، هادو ما كينشفوش الفم وكيعطيو واحد يعني كيعطيو واحد سميتو لي ليفغ لي زوينه بزاف. خديت نوريكم لي ريفيرونس لي خديت. اول ريفيرونس ما عرفتش واضحه لكم ولا لا، اللي هي هادي، تحيد الفوكس، هما البنات بالنسبة لي ريفيرونس ديالهم هنا دابا واضحين، كاينة 108 101 و103، هادو كيما قلت لكم لي تقدري تستعملي زعما كل نهار، هذا ماغون، هذا شوية ضرب على الموف، وهذا نيود، هادو عجبوني تا هما بزاف. آخر حاجة خديت من عند خالد مرحبا، اللي هما الرموش، خديت عندو هاد الرموش هادو
كيجيو هكا ما كيجيوش عامرين بزاف. المهم كانوا هادو هما المشتريات ديالي، شاركتهم معكم بحال ديما دائما كنشارك معكم فوق ما كناخذ شي حاجه. غنسد لكم البنات الفلوغ هنا ونقول لكم تهلاو في راسكم، كنتمنى انكم تجربوا الوصفه ديال اليوم، ان شاء الله تعجبكم تعجب وليداتكم، كتجي زوينه بزاف. تصبحوا على خير وان شاء الله حتى نتلاقاو شي فيديو اولا شي فلوغ.